ولمناقشة ملف تأثير العمالة الأجنبية على سوق العمل العراقي تنضم إلينا عبر سكايب من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب الكبيسي عبر الخط الهاتفي. مرحبا بك معنا دكتورة. أهلا، مرحبا بك أستاذ يونس. دكتورة، لماذا تصر السلطات الحكومية على استقطاب العمالة الأجنبية رغم مخاطرها الاقتصادية برأيك؟ نعم، يعني هي أولا بالشكل التالي، يعني هو ليس استقطاب أكثر مما هو عدم حالة عدم تنظيم، وبالتالي عدم الرجوع إلى ما شرعه المشرع العراقي حسب قانون يعني رقم 37 سنة 2015 اللي يخص بالذات وبالضبط هو العمال الأجانب في مادته الرقم 30، في المادة 30 من هذا القانون. يعني بعد عام 2003 السوق العراقي وسوق العمل بالأخص، يعني نتكلم هنا، ظهر هناك فد مشكلة اللي هي فد نوع من أنواع المشاهد التي يمكن أن تصاب بها أي دولة تكون محتلة، هو تدفق العمالة الأجنبية. ولكن المشكلة في العراق أن هذه العمالة الأجنبية أصبح لها وزن اقتصادي كبير جدا، وبالتالي هذا أثر على الجانب الاقتصادي من جهة بتحويلات العاملين من جهة وبأعدادهم من جهة أخرى. الأعداد لا تبدو واضحة جدا كم هو العدد، ولكن في حقيقة الأمر هنالك يعني بعض الإحصاءات الأجنبية تشير إلى وجود يعني مليون ونصف عامل أجنبي في العراق، بما ضمنهم العمال الغير شرعيين. وهنا أقصد بالعمال الغير شرعيين أي الذي ليس لديه موافقة عمل أو إجازة عمل، وبالتالي يأتي بالعمل ولكن بصورة سرية في العراق، ولا يستطيع أو لا تستطيع الدولة أن تعمل على إحصائهم أو السيطرة عليهم. هي هذه تلك هي مشكلة العراق بالدرجة الأساس. نعم، ما العوامل التي تمنع السلطات الحكومية أو ما الذي يمنعها من توفير فرص للطلاب الخريجين منذ سنوات طويلة؟ أيضا يعني هذا جزء آخر من حالة عدم التنظيم وعدم يعني استقرار سوق العمل، وبالتالي وضع قوانين عمل صحيحة نستطيع من خلالها أن نجذب العمالة العراقية إلى سوق العمل بدلا من العمالة الأجنبية، وهذا جزء من عدم مراقبة وتتبع من قبل الدولة لمجمل العملية اللي تخص سوق العمل العراقي. هذا يعني نلاحظ أن هنالك مثلا بالعمالة الأجنبية هنالك مثلا فقط المسجلين منهم حسب الإحصاءات، بعض الإحصاءات التي تشير 71,000، وأنا أشرت قبل قليل أن العدد يصل إلى 1.5 مليون. بالتالي هؤلاء الموجودين اللي فقط اللي هم مسجلين يبدو أنه في بعض الأحيان أنه العمالة يعني لا تعطي صورة واضحة لموجوديتها في العراق. في حقيقة الأمر هم مسيطرين أو هم موجودين في كثير من الأعمال التي تخص مجالات مختلفة، قد تكون في المعامل، المطاعم، المصانع إلى آخره. وقد يعني يشار ايضا الى انه الافضل باننا نستخدم العماله الاجنبيه لان اجورهم قد تصل الى النصف بالمقارنه مع اجور عامل العراقي. نعم صحيح، يعني وانت قد اجبتي بذلك عن السؤال التالي، انه في بعض القطاعات مثل قطاع النفط الجهات المسؤوله تفضل العماله الاجنبيه على العماله المحليه، لكن هذا يحرم كثير من الشباب من فرص العمل، يعني ما الحل في هذه القضيه؟ بالتالي احنا نعرف العماله في القطاع النفطي هي عماله متخصصه، هي ليست عماله ايا كان يستطيع ان يعمل. حتى ما يخص مساله الحفر يمكن قد يتعجب البعض او يمكن قد يجدها حاله غريبه او شيء منها قبيل انها عمليه حفر، لا، هي في حقيقه الامر ليست كذلك، هي عمليه فنيه تحتاج الى كثير من التكنيك وبالتالي المعرفه في كيفيه استخدام التكنولوجيا، وهذا كان يقع على الحكومه في
في أنها تعمل على إعداد دراسات في كيفية تهيئة هؤلاء العمال بإدخالهم في يعني برامج تدريبية، وبالتالي تستطيع من رفع من مهاراتهم حتى يستطيع استخدام هؤلاء. الذي حدث أن الدولة في كل هذه الفترة من 2003 إلى يومنا هذا لم تفكر بأنها تقوم ببرامج تدريبية لهؤلاء حتى تستطيع استخدامهم وبالأخص في المجال النفطي، بالمقارنة مع العمالة الأجنبية التي تأتي من الخارج، هي مدربة، هي لديها قدرة كبيرة في كيفية التحكم في الأمور والمهارات التي قد يصعب أن تنوجد في العمالة العراقية التي هي بشكلها الاعتيادي ولم تدخل في مجالات التدريب. هنا كان هذا المشكلة في هذا الموضوع، وإلا مجموع العمال وإلى آخره قد يصل إلى 11 مليون عامل في العراق، ولكن إذا جينا إلى نسبة البطالة أيضا سنجدها نسبة كبيرة جدا. إذا بين هذا وذاك كان يجب على الدولة أن تفكر بأنها تعمل على يعني على التفكير بأنه كيف تتحكم أيضا في حتى في المناطق الحدودية. هنالك عمالة تدخل من سوريا ومن إيران بعد الأحداث الأخيرة التي مرت حتى بها هذه الدول، أو حتى في إيران في بعض الأحيان هناك بعض الناس التي لا تستطيع أن تحصل على رزقها في إيران. نعم. يعني هنالك نعم بعض الاطلاعات في هذا المجال يشار إلى أن بعض الأشخاص يقول إلى أنه كان يحصل على 6 دولارات في إيران، بينما عندما جاء إلى العراق يحصل على 20 دولار في اليوم. أنا نعم. أتكلم. هناك شكل من نعم. نعم دكتورة، هناك شكل من أشكال الفساد في الموضوع، وأن تقارير صحفية كشفت عن استحواذ جهات سياسية متنفذة على مكاتب مسؤولة عن العمالة الأجنبية. هناك من يستفيد من وراء العمالة الأجنبية، وخاصة إذا كانت بأعداد كبيرة كما تفضلت الآن. نعم، ولذلك نعم صحيح، يعني هذه النقطة يدخل فيها الفساد ويدخل فيها حالة أيضا عدم التنظيم، ولذلك لدينا مشكلة أخرى. هؤلاء تحويلات العاملين قد تصل إلى يعني رقم مبالغ 8 مليار دولار في السنة، وبالنتيجة لو رجعنا إلى الأرقام الرسمية لوجدناها أرقام صغيرة جدا. والسبب أيضا يعود، وأنا أرجع وأقول لعدم التنظيم، هنالك بعض تحويلات العاملين التي تحدث ولكنها تحدث عبر الإنترنت، وبالتالي عبر الشبكة العنكبوتية التي يتم نقل فيها الأموال، دولة العراق لا تستطيع أن تعمل على إحصائها والسيطرة عليها. وهنا قد تبدو الأرقام جدا صغيرة لتحويلات العاملين، ولكنها في حقيقة الأمر هي كبيرة، وكما أشرت قد تصل إلى 8 مليار دولار سنويا. نعم. وقد تكون أيضا أكثر من ذلك. أشكرك جزيلا دكتورة الباحثة والأكاديمية في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب الكبيسي، شكرا لك.